هذا المسجد هو مسجد قباء. مسمى دي باش حمت مجترا قباء مسجد جزجل. هذا المسجد هو أول مسجد بني في الإسلام. بناه النبي عليه الصلاة والسلام. إسلام دين بغمبار محمد صلى الله عليه وسلم قزريحرة يا بدد يا مجتر مسمى مجتراش. من يتطهر يتوضأ في بيته. مسمى مجتر محمد صلى الله عليه وسلم يجعوشتها. تدخن مسلمان عم ديز قيشتو يونم ديج. ثم يأتي إلى هذا المسجد ويصلي فيه الركعتين. يجي من مسجد مقاكو ركعتي تخونا مزيجما. كان له أجر عمره. عمره حجزك إجرام هو دب ساعة عشقهم قريت. كأنما ذهب إلى مكة وطاف وسعى. مكة قوة طواف كعبة ميخوليا غرقي كحو صفا مرة مر ومرة يا زخواكم سعي. داتوقي كحام هو دب ساعة خويته.